نروح لشبكة مراسلينا اللي موجودين في مدينة الشروق في محافظة سوهاج، رامي محمد ومحمد رفعت. محمد، صباح الخير. صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. أقفوا الآن أمام معبد سيتي الأول القريب من معبد رمسيس الثاني، أحد أهم المواقع السياحية والمزارات الأثرية هنا في محافظة سوهاج، والذي يقع في قرية عرابة أبيدوس في جنوب غرب محافظة سوهاج التابعة لمركز البليانة. وزيارة الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لمحافظتي سوهاج وقنا لإجراء مسح شامل للمواقع الأثرية الواعدة التي يمكن إعادة تأهيلها واستخدامها بشكل أفضل في المجال السياحي، وأيضا يعني تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع الحرف اليدوية والحرف التقليدية بما يدعم أيضا حركة السياحة. للمزيد ينضم إلينا الدكتورة غادة شلبي. صباح الخير عليك دكتورة، ولو تكلمينا فندم عن الهدف من زيارة حضرتك لمحافظتي سوهاج واليوم قنا واليوم في محافظة سوهاج. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ أحمد في الاستوديو، صباح الخير على السادة المشاهدين من مدينة سوهاج جنوب مصر ومركز البليانة. الحقيقة هو الهدف النهاردة من الزيارة، احنا وزارة السياحة والآثار جاية مع برنامج تنمية الصعيد ومع برامج التنمية المحلية والمحافظة، جايين نشوف ايه اللي ممكن نعمله في إطار التطوير اللي داخلة في هذه المدينة من تطوير للبنية التحتية. احنا الحقيقة عملنا دراسة كاملة في قرى مصر اللي بتتمتع بمنتج او بمكون سياحي وأثري يمكن التعظيم عليه، وعلى المجهودات اللي بتقوم بها الدولة في كمان إطار مبادرة حياة كريمة احنا نقدر نقدم ايه، لانه النهارده الدوله بتقوم بتطوير للبنيه التحتيه، الحقيقه تطوير كبير وشامل لم يسبق قبل كده، فبالتالي يجب ان يتزامن مع هذا التطوير اقتصاد قوي. النهارده وزاره السياحه والاثار بما تقدمه من فرصه لدعم السياحه، وان احنا هذه المواقع الاثريه تحظى بما يؤهلها او بما هي تستحقه من اعداد السائحين، جايين نشوف نقدر نعمل ايه من تطوير، سواء نستفيد من تطوير البنيه التحتيه، نستفيد من ان احنا ندعم المجتمع المحلي بالصناعات اليدويه والمهن الحرفيه، وحتى دعم المراه في الصناعات التي تقوم بها. كل ده مكونات الحقيقه احنا النهارده جايين ندرسها مع البرنامج ومع حياه كريمة، نقدر نقدم ايه لهذه القرية، ونقدر ازاي نشجع اعداد السائحين انها ترجع تاني لما كانت عليه من السابق، ويمكن كمان باكثر من ذلك. يمكن حضرتك اتكلمتي عن فكرة التوجه الى السياحة الريفية واستخدام البيئة سواء في محافظة قنا أو في محافظة سوهاج لامتيازهم بهذه البيئة. لو تكلمنا يا فندم عن رؤية وزارة السياحة لهذا المنظور. هو طبعا التوجه العالمي دلوقتي كمان بقى فيه مشروع كبير بتتبناه منظمة السياحة العالمية، هو الرورال توريزم أو السياحة الريفية. بالنسبة لنا طبعا ما فيش أحلى من كده في مصر، ريف مصر بما يتمتع من مكونات مختلفة زي ما بنقول، يعني حتى العودة إلى الطبيعة والعودة والاقتراب من الحياة الريفية. مش كل السائحين عايزين يقعدوا في فنادق 5 نجوم وتبقى ريزورتس. هذا المكون بما تتمتع به مصر من وفي ريفها من منتج متميز، بنتصور أنه حيلاقي العديد من الأذواق، سواء في السياحة العربية اللي ابتدت دلوقتي حتى بتذهب إلى أوروبا طمعا في أنها تنعم بهذا المنتج الجديد السياحة الريفية، أو حتى من أوروبا أن هم بيشوفوا الآثار وممزوجة بالحياة الريفية الطبيعية. النهاردة يبقى عندنا ريزورت جوه أو يعني منتجع سياحي متميز وجوه الريف المصري، ده الهدف الحقيقة اللي احنا عايزين نشوف ايه اللي ممكن فرص استثمارية ممكن نقدمها لمستثمرين في هذه في قرى وربوع وريف مصر ان شاء الله. شكرا جدا يا فندم، صباح الخير عليك. اهلا بيك، شكرا.
إذن أحمد جمانة، يعني هكذا كانت الصورة هنا في محافظة سوهاج، وجولة الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لقطاع أو لشؤون السياحة لمحافظتي سوهاج وقنا. عليكم الكلمة. شكرا لك محمد.